ورا ملامحها الهادية بركان من الأفكار والآراء. الظروف السياسية حطتها على المسرح، خلتها دايماً في مرمى النيران. سلافة وخرجي على المسرح. سلافة وخرجي، يقال إن الحياة مسرح، بتشوفي كده؟ الحياة بتوقع أكبر من إنه تعرف بكلمة واحدة. مسرح، فن، علم، معرفة، حقيقة، غيب. حياة سلاف تنفع مسرحية؟ بتوقع إنها أبسط من إنها تكون مسرحية، ما بحس لها بتكون الدرجة. إيه؟ قد تكون قصة بسيطة. قلتي إنه كل دور بتجسديه بيكون علاج نفسي. صحيح، أنا بحس الممثل محظوظ رغم إنه بيتعب كتير ورغم إنه أعصابه بتتعب، وبتحسي إنه دائماً نحن عنا تعب جسدي تعب نفسي لأنه بتطلعي من دور لدور، بس بنفس الوقت بحس إنه الممثل محظوظ لأنه بعيش كل الشخوص، بعيش كل الحيوات الموجودة، بتعيشي كل شيء بدك إياه، بتجربي. التجربة بحد ذاتها هو يعني علاج نفسي، فأنا بحس حالي إنه أنا فعلاً محظوظة قادرة أعيش دور المذيعة والطبيبة والغنية والفقيرة واكتشافات أخرى، فكل مرة أنت عم تفوتي على شخوص أخرى، فهذا الشيء أكيد في علاج وفي تفريغ إنه أنت عم تجربي حالك فيما لو كنت في موقف آخر بيشبهك أو لا، يعني مو بالضرورة. قصتك البسيطة لو بإيدك تختاري تبدأيها من فصل بعينه، تختاري أي فصل من القصة؟ بحب كل فصول حياتي كلها؟ أكيد، بجمالها وبصعوبتها أكيد، لأنه هي الفصول هي اللي عملت مني أنا اللي هلأ قاعدة حالياً، وأكيد كانت صعبة، ما كانت سهلة أبداً، بس بحب كل الفصول وممتنة لكل الفصول بالتأكيد، وأكيد بتكون دائماً البدايات يعني بتكون الطفولة، الطفولة هي الأساس، هي اللي بتكون الشخصية فيما بعد، أكيد ببداها من حضن ماما وبابا دائماً. قلتي عن طفولتك إنه كانت والدتك بتاخدكوا المسجد والكنيسة لدرجة إنك كبرتي ما كنتيش عارفة ديانتك إيه؟ نحن ده من الحاجات اللي شكلت وعي سلاف وخلتك عندك أفكار وأراء كتير، يعني مش شوية، هم كتير مختلفين. هو أولاً يعني سوريا مكان منفتح جداً، في أديان، في طوائف، في أثنيات، لكن في كمان متشددين وحملة سلاح. أكيد طبعاً. فيما بعد أكيد أنا ضمن هالبيئة، ضمن بيئة سوريا وضمن بيئة عائلتي، فماما وبابا نفس التفكير، وفعلاً كانت ماما تأخذنا وتقلنا أنه هذا بيت الله. هلأ أنا مو كتير كبرت لحتى أعرف الدين، يعني كنت لسه صغيرة بالمدرسة. هذا بيت الله، دين لله، القصة أكبر من أنه يعني في حالة أسماء، ومثل ما نحن اسمك منى اسمي سلاف، فكل حدا عنده دين. هي لا تتعدى فكرة التسمية، مع الاحترام لها التسمية كتير، وعم أقول لك إنه هي ثقافة بشر أكيد ومخزون مهم عند البشر، بس هو بالأخير اسم، أنا ما فيني قيمك حسب اسمك أو حسب أنت كيف خلقتي. فهي هو مش ضروري يكون تقييم، أحياناً بيكون مجرد تعريف. يعني أنت سئلتي مثلاً عن ديانتك مرة فقلتي سورية. صحيح، هيك أهلي علموني، لما حدا بيسألكم شو ديانتكم فقولوا سورية، لأنه بتوقع أنه هذا الانتماء هو الأبقى، والدين أكيد حالة جميلة مكملة ولكن ليست هي الأساس للتعريف ولا جزء من التعريف؟ ما بيشكل أي شيء غير شيء خاص فيك، شيء روحاني. مجرد أنه أنت إنسانة جيدة، أخلاقك مع الناس جيدة، ما بيعنيني أكتر من هيك. مين أثر في تكوين شخصية سلاف أكتر، الوالد ولا الوالدة؟ الاثنين مع بعض يعني. الحمد لله، يعني أنا كنت محظوظة أني كنت ببيت كتير
مهتم بالفكر، بالثقافة، بالسياسة، بالأدب، بالشعر، بالفن، فهذا الشيء كون شخصيتي. الوالد الله يرحمه انتقل بسبب خطأ طبي، كان رد فعلك عنيف لدرجة أنه أنت فكرتي بقتل الممرضة، هل ده صحيح؟ أكيد ما مستحيل يكون قتل، بس بلحظة انفعالية لما بتلاقي أنه يعني حدا ممكن الهدوء اللي قاعد قدامي ده في لحظة انفعالية يفكر في القتل؟ لما حدا بياخد منك بعيد الشر، لما أي حدا بياخد من أي إنسان أغلى شيء بحياته. وأنا علاقتي مع أهلي الله يرحمهم كتير كبيرة، الله يرحمه، والخطأ كان سخيف جداً وغير مقبول أبداً، يعني أكيد مشيئة الله الاعتراض يعني، بس صعب لما بيكون فيه أكيد صعب تحسي جداً. أكيد صعب جداً. فكنت بحالة بالعكس كتير كتير صعبة. سلاف كان ممكن تعمليها؟ لا مستحيل، لا مستحيل، أكيد لا. سمحتيها؟ قدرتي تسامحيها؟ عند الله بالأخير، في قدر، في رب العالمين هو اللي بيسامح. أنا مو قادرة أعمل شيء، بس أكيد هذا الموضوع يعني بيوجعني. كتير بيحصل على المسرح إنه في أدوار ما بتتمثلش إلا بقناع، لازم طبعاً البطل يرتدي قناع عشان يلعب الشخصية دي، عشان يلعب الدور ده، عشان يمثل الشعور ده. في مدرسة معينة أكيد بتعتمد على الأقنعة بالمسرح. أكيد سلاف بتعتمد الأقنعة في أدوارها في الحياة؟ ما رح سمي قناع، بس هو بالنسبة لي شيء متعب. عندي مشكلة يعني بلشت بالسنوات الأخيرة شوي أنا انتبه لها وحاول عالجها بنفسي، أني دائماً بخاف على زعل الآخرين ولو على حسابي، فهذا الموضوع عذبني. بتلاقيني بتجنب أو ببعد أو بنعزل لفترة لحالي أو بتعب بشكل جسدي، بمرض أني أنا حتى لو أنا تضايقت من شخص ما فيني أعبر حتى هو ما يزعل مني. فبنكفئ. هذا الانكفاء عمل لي مشكلة حقيقية يعني لدرجة كبيرة. فهو مو قناع بقدر ما هو مراعاة الغير على حسابي. عم حاول أتخلص من هذا الشيء هلأ بهذا الوقت بشكل أو بآخر. أنا هلأ حالياً أفضل من الأول، بس لسه موجود لأنه هو طبع، بس عم حاول أتخلص منه. إيه الوش اللي بتلبسيه عشان تخبي إنك متضايقة أو إنك مشاعرك مجروحة أو إنك مستاءة من شيء حصل، بس مش عايزة إحساسك يوصل وتزعجي اللي قدامك؟ هو مو وش ولا قناع، بس يعني عندي هيك نعمة إنه أنا ضل مبتسمة حتى لو كنت زعلانة. ما بحس إنه أنا بيوم الأيام حطيت وش، ولا مستعدة إني أنا حط وش أو قناع كرمال الآخرين. أنا بخاف على زعل الآخرين، بس ما مستعدة إنه أنا كذب أو نافق، لأنه ما في شيء مستاهل إني أنا أبذل مجهود لحتى أنا نافق للآخر. أنا برفض الأقنعة وأنا ما رح أبذل مجهود لحتى جمل نفسي، أنا كما أنا. فاكرة يعني أكتر مرة مثلاً انجرحتي فيها وفاكرة خبتيه إزاي ولبستي أي قناع أو خبتيه وراء أي قناع؟ انجرحت كتير كتير كتير، انجرحت كتير مو شوي، لدرجة ما بتتخيلي إنه أنا بقولها نتيجة إنه بعرف حالي مقدار الحساسية اللي عندي، فعلى مقدار الحساسية عندي الجروحة كتير والخذلان كبير. ف ما كتير ببكي، البكاء مانو سهل بالنسبة لإلي. في حالة سلام بحاول إني أنا أعيشها، هي من طبعي وأنا كمان بأكد علي وقت بتهرب مني شوي. صحيح بقوي مهما كان، في ندب بتروح وفي ندب بتبقى، بس الواحد بيتعلم مرة بعد مرة وبيبقى مهما تعلم الإنسان الطبع غلاب. يا حقيقي بتبقى حساسيتك موجودة وبتبقى طيبتك موجودة وبتتمني إنه تصدقي. مونولوج التحول في حياتك، أول موقف غير شخصية سلاف أو غير نظرتها للحياة، غير طريقة تعاملك مع الدنيا؟ وفاة ماما كانت الأكبر والأصعب الله يرحمه، وفيما بعد كمان بابا، بس قصدي كأول موقف بتوقع هذا اللي عمل مني يعني غيرني. ومواقف كتير سواء بفقدان الأشخاص أو بمواقف صعبة أو بظلم
أو 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 كتير كتير. أكتر حاجة بتعذبك الفقد؟ إيه بخاف من الفقد أو ما بخاف، بخاف مبلا، بخاف ما بحبه، بس هو أمر واقع. من الفصل الأول لفصل الصراعات مع سلاف وخرجي. في كل مسرحية وفي كل رواية البطل بيعيش صراعات، صراعات مع أقداره، صراعات مع محيطه والأشخاص اللي حواليه، وصراعات مع نفسه. إيه الصراع الأكبر من دول في حياة سلاف؟ مع القدر ما في صراع، لأنه في مصالحة مع القدر ومع الحياة ومع النفس. مع الآخرين صراعاتي بسيطة. قد يكون الصراع الأكبر بيني وبين حالي، كيف ممكن أتخطى كل شيء صعب بعيشه. سلاف اختارت الصعب؟ طبعاً بحب الصعب، فالسهل ما بحسه أنه بيغريني. عندك صراع مع الحب؟ لا. قلتي أنا مريضة بالتعلق. طبعاً مريضة بالتعلق، وهذا الشيء صعب جداً، بس هو مو صراع. الإحساس شيء جميل، والإحساس نعمة كبيرة، بس التعلق مؤلم. التعلق مؤلم، بس هي أحاسيس إنه الإنسان بمجتمعنا وبظروفنا وبمنطقتنا لسه عم يبقى يحس، هذا شيء عظيم كتير. التعلق مؤلم بس كمان جميل، لأنه بيحسسك إنه أنت لسه عايشة، لسه بس عندك. يقال إن التعلق عكس الحب. لا أبداً، لما بيكون التعلق مرضي أو أو أو، بس التعلق جزء من الحب. لما نحن نتعامل معه بطريقة إيجابية، التعلق جميل. التعلق بأشخاص، التعلق بأماكن، التعلق بذكريات، فلا التعلق شيء ما. لما بتزيد حرارة الحب أحياناً ممكن يبقى مؤذي نفسياً؟ أكيد طبعاً، كل شيء بيزيد عن حده بيكون. ده اللي حصل مع سلاف في حياتها الزوجية؟ بدأت بحب كبير وفضل الحب كبير، ما راح أبداً أبداً، لا أبداً. ما زال الحب كبير رغم الانفصال؟ جداً جداً الحب كبير، ورح يبقى كبير لأنه حقيقي. لما بينقص الحب ما بيكون حقيقي، بيكون عابر، بيكون مؤقت. طب ليه حب حقيقي وكبير يعيش انفصال؟ هو بفترة معينة عشنا هذا الشيء لحتى نحافظ على هذا الحب، حفاظاً على هذا الحب، لحتى ما يكون يتعرض للتفاصيل الدنيوية الصعبة. حفاظاً عليه ممكن يكون بعدنا شوي عن بعض فترة بسيطة، بس نحن مع بعض دائماً. قلتي إنك تفضلي جرأة الأفكار عن العري، عن الجرأة في العري. أنا دايماً يعني بأكد على موضوع إنه الناس بيحددوا فكرة الجرأة هي فقط في ملابس أو في تصرفات معينة، أو لما أنت بتحكي عن محرمات معينة. هي الجرأة أكبر من هيك، بس نحن أطرناها بقبلة أو بمشهد أو لا. الفكرة أنه أنت يكون في مياه راكدة وأنت تحركيها، أنت تغيري، أنت تعملي. نحن كفنانين، كناس نوعاً ما مؤثرين، لازم نحكي، لازم نعبر، ما لازم نشبه الآخرين. وللأسف أنه الغالبية العظمى عم تكون صامتة، ساكتة، قابلة بكل شيء. قلتي مستعدة أموت عشان أفكاري. أكيد مناضلة. أكيد طبعاً طبعاً، لأنه الإنسان هو عبارة عن موقف، عن فكرة، عن مبدأ. بس الموقف والفكرة والمبدأ أعرضوكي لصراعات كتير. صراعات وأثمان باهظة جداً. بس أنا محاولة اغتيال، محاولتين لخطف أولادك. القصة هي بس يعني فعلاً مراحل صعبة ومواقف صعبة كتير. وللأسف كل إنسان
بيدافع عن مواقفه أو عن أفكاره دائماً بيكون معرض لكتير أشياء ولكتير أذى من قبل ناس ما بتفهم شو معنات اختلاف الآخر. ورأيك قد يكون صواب قد يكون خطأ، بس أنت من حقك تقولي رأيك. فالآخرين ما بدهم نفكر ولا نحكي ولا نتغير ولا نغير ولا نعمل شيء أبداً أبداً. فهي مو حياة، وإلا نحن ما بنكون بشر، نحن بنكون كائنات عم تدب على الأرض. قلتي أثمان باهظة دفعتي مقابل آرائك كتير، أغلى ثمن. بس أكيد أنا مثلاً ما فيني أحكي عن أثمان باهظة أمام العديد من الناس فعلاً يلي غيروا بالمجتمع، عن أمهات الشهداء يلي قدموا أولادهم، عن مؤثرين مبدعين كتاب. كتير في ناس قدمت أرواحها، وللأسف ما زلنا بوقت رغم أنه معظم الناس بتطالب بالحرية من وجهة نظره، بس هن اللي بيمنعوا حرية الآخر وسماع أفكار الآخر أو حتى القراءة أي شيء بتحكي في أوصياء. وفي ناس بتقلك صح وغلط وحلال وحرام وعيب وصح، ما في قيمة للإنسان بحد ذاته يعني. فأكيد دائما نحن أي إنسان عم يحاول يكون حقيقي عم يحاول يفكر عم يكون هو عم يدفع الثمن مهما كان الموقف، هو فكري ولا وطني ولا 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 ولا. ما خفتيش من اللي حصل مع أولادك؟ طبعاً خفت، يعني هاي من اللحظات اللي كتير بالنسبة لي. لومتي نفسك أو رجعتي نفسك؟ عدتي تفكير؟ بلحظات ممكن فكر، ما بلوم نفسي، ما بحب لوم نفسي، بس بعيد التفكير بسمع الآخرين. يمكن الناس تلوم المحيطين من خوفهم ومحبتهم أكيد، برجع بقول إنه صعب كون أنا، ما بكون أنا إذا أنا ما حكيت، ما فيني بختنق يعني، بختنق إذا ما حكيت، إذا ما قلت رأيي، ما بكون إنسان، ما بكون بشر، ما بحب كون مع السلب، ما بحب كون مع المجموعة، بحب أعمل شخصيتي بحالي، بكفيني نظرة الاحترام من المحيطين حولي. أنا بس أنت قلتي رأيي وشنيتي هجوم على أشخاص بعينهم ورجعتي غيرتي. قلي لي وقت دعمك لبشار الأسد هاجمتي كل النجوم وكل الشخصيات العامة اللي كانوا على عكس رأيك، ومنهم الفنانة أصالة. نعم. ورجعتي غيرتي رأيك وقلت لهم أهلا بيكم ومستنيينكم. نعم. أولا أنا لما حكيت مع بلدي ومع السيد الرئيس، أنا حكيت لأنه أنا بخاف على بلدي، لأنه أنا مقيمة ببلدي، لأنه أنا القذائف فوق راسي، مع كل الاحترام لكل الخيارات الأخرى، بس أنا بقيت ببلدي رغم أنه أنا كنت بفترة مهمة جداً ذهبية جداً بمصر بالعالم العربي بالعقود بي 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 بي. بس لما بلدي بتكون جريحة، لما أمي بتكون تعبانة، أنا صعب أتركها، وهذا واجبي بلا فضل ولا منية. فأنا لما أعلنت هذا الشيء لأني أنا شايفة، لأني أنا حاسة، وأنا من واجبي أني أحكي كلمة حق. ومثل ما قلت لك من شوي، أنا ما بحب كون مع قطيع أو مع سرب. الفكرة أنه أنا ولا مرة بحياتي قلت كلمة مسيئة بحق أي فنان وأي شخص كان على خلاف أو في اختلاف في وجهة النظر. هو ما كانش في إساءة، بس كان في زي مصادرة على رأيهم وانتقاد علني. ولا بحياتي، إذا بتراجعي كل مقابلاتي تيجي كل الأشياء اللي عملتها، كل المقابلات اللي عملتها، إذا في إساءة بيوم الأيام ولا في رفض للآخر، أنا من حقي أقول وجهة نظري، أنا من حقي دافع، بس ولا بيوم الأيام كنت. بس من حقك تنتقدي وجهة نظر الآخر؟ ما انتقدت، أنا عم بحكي الحقيقة، الحقيقة اللي أنا شايفتها وعايشتها. أنا ما فيني يكون خارج مصر وأحكي عن مصر، أنا بدي أكون. بس أنت كان اختيارك أن أنت تكوني موجودة في سوريا وتسيبي كل شيء وتقعدي في سوريا في الوقت ده. بلدي. ما كانش واجب احترام اللي اختار اختيار تاني؟ أنا قلت لك مع احترامي للآخر، يعني عمري حد مثلا زي الفنانة أصالة عمري هي وقتها بيتها وزوجها وأولادها ومدارس أولادها وكل شيء في حياتها موجود هنا. أنا بيوم الأيام قللت من احترام أي شخص؟ ولا بحياتي، ولا بحياتي. لا أنا مش قصدي على احترام شخص، أنا بقصد ولا احترام اختيار ولا شخص. بحياتي
يعني الاختيار يكون موجود هنا، هل ده يقلل يعني؟ أول كلمة قلتها مع احترامي لكل الخيارات. وعلى فكرة مو كل الناس اللي سافرت خارج سوريا هي ضد الدولة نهائيا. وأنا قلت دائما وبقول من أول لحظة، بس الناس لحتى تعمل فتنة، لحتى تعمل مشاكل على بالإعلام وبالسوشيال ميديا بيقولوا فلان حكى وفلان حكى وفلان حكى. ولا مرة بحياتي وطبيعتي أصلا كشخص لا بقلل من احترام أي خيار كان ولا من أي وجهة نظر. أنا من حقي أحكي الحقيقة، أنا من حقي أحكي اللي شايفته، أنا من حقي دافع عن بلدي وقت بتكون بلدي اللي فيها فكر وثقافة وحضارة تروح باتجاه إخواني بشكل أو بآخر. من عدة سنوات لما انسأل عن هالموضوع وما كنت حب انسأل عنه، بس كنت أقول ليش عم نحكي بالماضي؟ تعالوا نحكي بالحاضر. شفنا اللي صار، وشفنا اللي صار بالدول المجاورة، وتعلمنا وعرفنا أنه اللي صار ما نو ربيع. أنت كنت داعمة لبشار الأسد خوفاً من تيار الإسلام السياسي. السيد الرئيس هو بالنسبة لنا صمام أمان، وأكيد البديل المعروف اللي كل الدنيا بتعرفه عم يحاولوا أنه ينعموا عنه، أنه هو البديل هو إخواني أكيد. فلا، أنا بيهمني مصلحة بلدي، والسيد الرئيس بشخصه المتمثل بهذا المكان كحالة سيادية فهو أكيد صمام الأمان. أكيد ما في إنسان بدوم ولا ولا ولا. هذا بالأخير شيء قدري وعادي جداً، هي قصة مو تقديس شخص بقدر ما هو تقديس وطن وخوف على وطن. طب ايه تغير من الماضي واليوم لما قلتي اهلا بيكو؟ ولا شيء. الفكره انه انا دائما انه يرجعوا لما عم يسالوني، طبعا يرجعوا. ما هي سوريا مو بس لي، سوريا للكل، سوريا ام الكل. انا ما بمنع امي تشوف اخواتي بالاخير، حتى لو كان في خلاف مو من حقي اصلا، ما من حقي. بس انا بس بالعكس كنت دائما اقول انه لازم سوريا ما بترجع الا بالكل. وبالاخير نحن اولاد اليوم، شبعنا حرب، شبعنا موت، شبعنا دمار، شبعنا كتير أشياء بشعة. بكرة شو؟ بدنا نضل نختلف ونضل نضل نقول من معه من ضد، مو مهم. سوريا كوطن أو أي وطن هو أكبر من معه ضد. هذا وطن، هذا مو وجهة نظر، هذا وطن. فنحن بحاجة الكل. اتاخد عليكي حاجة تانية، لما هجمتي تعدد الزوجات اتقال إنه في زوجات هي زوجة تانية، فلما قلت إن ده في انتقاص من قيمة أو قدر المرأة هما شعروا بالإهانة. إنه شوفي، أنا أكيد بمجتمعنا في حالات معينة، في بيكون وضع اقتصادي معين، وضع اجتماعي بيضطر المرأة إنه هي ترضخ لها، وأحياناً وضع لحالة. عاطفي كمان ممكن، بس في أوقات يعني الفكرة بالتعدد أنا بحس إنه بتشوفيه مهين. بشوفه مانو منطقي، مانو منطقي. ليش يعني الفكرة إنه ليش؟ فهي ولن تعدله، ولن يعني عرفتي شو؟ ما بدي أفتي لحتى هلأ ما يطلعوا الأخوة يقولوا لنا عم تفتي، بس المنطق بيقول هيك حسب اللغة. إنه ما بحس إنه هذا الشيء منطقي أبداً، إنه يكون في واحد اثنين ثلاثة أربعة. هي ما بصير يكون في أرقام. أنا يعني أنا مو رقم، أنا إنسان. أنا ما بصير يكون في مثلي بدائل. يعني أنا يا لا، بكل بساطة ما بتوقع أنه هذا الكلام مهين للمرأة، لأنه ما في مرأة بالعالم مهما كانت رائعة وعظيمة تقبل أنه زوجها أو مو بتقبل، بتكون سعيدة إذا زوجها تزوج مهما كانت بتحبه مهما كانت عظيمة. لأنه بالأخير هذا حب، وهي شخصين، وهي حالة رباط مقدس. والحب لا يقبل القسمة على اثنين أبداً، هذا الحب. فكيف الزواج طبعاً. بس طبعاً. وقتها أنت لما قلتي ده، لما قلتي إن الجمع بين الزوجات مهين، في ستات تأثرت وزعلت لأنه كانوا بيحبوكي جداً. أنا بعتذر منهم. وكانت سلاف ليها شعبية كبيرة في مصر وما زالت طبعاً أكيد. لا لا لا. أنا بعتذر إذا هذا الشيء. أنا بالعكس هن أكيد مثلي بتوقع بداخلهم، بس ما عندهم الجرأة أنه يقولوا هذا الشيء. أكيد هو مو إهانة بقدر ما هو احترام للمرأة نفسها. بتوقع كل مرأة سمعت هالحكي حتحس فيه، لأنه هذا وجع عندها. لأنه مستحيل إنسان يقبل لا بالحب ولا بالزواج ولا بأي شيء شريك. سؤالتي سؤال مغرض.
عن تمثيلك في مصر وإنك بقالك فترة طويلة ما اشتغلتيش في مصر، وهل جماهيريتك وشهرتك قلت مؤخراً لأنك بطلتي تشتغلي في مصر؟ قلتي هرجع أشتغل في مصر وأقعدهم في البيت، لو رجعت هيقعدوا في البيت. لا. واتخذت عليكي، اتحسبت عليكي؟ اتحسبت عليا واعتذرت. هو السؤال ما كانش يعني ما كان على الممثلين المصريين، هو سألني إنه أنت بالفترة يلي بعد أسمهان، بعد كليوباترا، كان في عندك عقود كتير، كنا بنسمع إنه أنت عندك كتير أعمال، وهي الفترة الذهبية يعني. فقال لي إنه هي النجومية وهي الشعبية والعقود اللي صارت أنت تركتيها ورجعتي بلدك بالفترة الصعبة. فإجوا نجوم، إجوا نجمات عربيات، وليكو الموجود الصحفي وحرام يعني حرام حكى، بس ما كان حدا يسمعه وقت أبدا. قال إنه في نجمات عربيات إجوا وحاولوا إنه هن يحطوا سلاف على الرف، عرفتي كيف؟ فالسؤال كان قاسي مش حلوة، قاسي شوي، مش حلوة، قاسي شوي. فأنا قلت له إنه لا، أنا لو كنت بقيت وقتها ما كنت هلأ، مو أنا لو رجعت هلأ أنا ما رح خلي الناس تقعد ببيتها، معاذ الله. أنا وقتها قلت إنه أنا لو وقتها كنت بقيت، وجميع بتوقع إنه في كم كبير من المخرجين والمنتجين المصريين بيعرفوا تماماً هديك الفترة كم النصوص وكم العقود وعقود الاحتكار اللي كانت عندي، وكل الناس بتعرف. تندمي على ده؟ على شو؟ على الفترة دي إنك ما استغلتيهاش أو إنها ما استمرتش، ما طولتش، ما كملتش. ناس كتير بتلومني عليا، يمكن لو فكرت بتلومي نفسك؟ أنا ما بحب لوم نفسي، بس يمكن لو فكرت بخيار فردي، بالخلاص الفردي إلي، أكيد أنا بقول لك أنا ندمانة لأنه كانت قدامي الدنيا وردية جدا. بس بهديك اللحظة ما فكرت بخلاصي الفردي، فكرت بخلاصي الجماعي، إني أنا منتمية لمكان أنا من واجب يكون فيه بتعبه. لما كان بأوجه وإن شاء الله بيرجع، أنا كنت كمان بأوجي بكل مكان، لأنه أنا باخد القوة تبعي من منبتي. بس الدنيا خيارات، خيارات حقيقي، الدنيا خيارات حقيقي. وأنا هاد كان خيار من خياراتك إنك مش هتشتغلي مسلسلات تركي معربة. صح. ليه؟ ما بتشبهنا، ما بتشبهنا. طب ما كتير منها قصص بتهمنا، زي قصص السلاطين مثلاً والحكم العثماني. عندنا قصص أحلى في التاريخ وفي الواقع، مجتمعنا فيه كتير قصص. ده موقف سياسي؟ لا خالص، لا. ليه سياسي؟ أنا ممكن أشتغل مسلسل بالصين لو هذا الشيء لامسني. بس حس إني أنا مصدقة، حس إنه أنا ما عندي يعني هذا العدد الحلقات اللي بيخليني أنا مستهلكة. إني أنا عم مثل شيء بيخصني أنا، هذا الشيء مو بس إنه عمل معرب، يعني حتى لو عمل سوري وما حسيته بيخصني، أو عمل مصري وما كان حسيته بيخصني أو بيخص كل امرأة فينا، ما بحس إنه هذا الشيء ممكن يغريني. أنا بدي استمتع. أنا إذا ما هي المهنة اللي بعشقها وبحبها، بكره أكون موظفة، بكره أني أقول حوار وصور وألبس ثياب. بس لا، أنا إنسانة عندي مشروع. ما بتحسيش أنه مش من الحكمة أنه أرائك السياسية تتداخل قوي في اختيارك لأعمالك وقراراتك المهنية؟ ما بتحسيش أن ده أثر على حياتك الفنية بالسلب؟ أنا ما بقول عندي مواقف سياسية، أنا عندي موقف وطني مثل باقي الناس فقط لا غير. لا أنا أحسن ولا شيء، ولا أنا رحت باتجاه السياسي ولا أحزاب ولا لا، أنا حدا عادي جدا ببلدي فقط لا غير. المعارضة كلمة جميلة، كلمة رائعة وحضارية جدا. كل واحد فينا معارض، معارض حتى لأي شيء سيء. كلياتنا بدنا بلدنا أحسن بلد بالعالم، فأنا أكيد وقت بيكون في شيء سيء لازم أحكيه، لازم أقوله. وأنا بعمل أدوار بحكي فيها ضد الفساد، بحكي فيها ضد وضع راهن، لأنه أنا من واجبي وأنا كفنانة عندي رسالة وعندي شيء أقوله. أنا لازم أقول هذا خطأ، يعني نحن مو مثل ما بيصورونا أنه نحن راضين، لا. كتير في بمجتمعنا وبكل منطقتنا العربية في مشاكل، بس المشاكل لا تعني أنه نحن نهد البيت. صحيح. أنا إذا بيتي في مشاكل ما بهده، أنا بحكي الحق بس بطريقة أني أنا أحمي هذا البيت. بس آخر صراع في بداية الحوار قلتي لي أنه ما يخصش الآخر
انتي ديانتك ايه؟ وانتي من دعاة فصل الدين عن الدولة. طبعا. ومع ذلك انتي بتجاهري بآرائك الدينية ووجهات نظرك الدينية، واللي هي قد تكون بالنسبة لكتير من الناس المسلمين تحديدا آراء غير يعني صادمة. ف ده مش متناقض شوية؟ لا، لأنه أنا فرد. يعني أنا ما بقولش ديانتي ومش شايفة إنه كارت تعريف، وأنا وجهة نظري هي فصل الدين عن الدولة، وشايفة إنه الدين ده شيء روحاني جداً يخصك لوحدك وما يخصش حد ومش هتتعرفي من خلاله. ومع ذلك بتجاهري بآراء وآراء غير اعتيادية وآراء بعضها صادم للناس. أنا لما سألت عن موضوع فصل الدين عن الدولة أنا حكيت رأيي، وبتوقع أنه هذا الشيء اللي لازم يصير لحتى ترجع بلادنا لسابق عهدها، مع الاحترام لكل الديانات، بس الدولة شيء والدين شيء آخر. أنا عم بحكي كفرد، أنا بحس أنه الدين ليس هو عبارة عن بطاقة تعريف. أنا شو هي الآراء الصادمة؟ يعني أنا إذا سألت عن موضوع معين فأنا حكيت رأيي، رأيي كفرد. بتتسألي ولا بتكتبي وبتقولي وبتجهري بآرائك؟ بنسأل عن هالمواضيع، لما بنسأل بدي جاوب، ما فيني أسكت. طب ليه لما بتتسألي عن دينك مش بتجاوبي، بس لما بتتسألي عن آراء بتجاوبي؟ لأنه هذا رأيي، ديني خلق معي بالمكان اللي أنا خلقت فيه. أما رأيي هذا رأيي أنا اللي كونته من خلال فكري وتعبي وتعليمي و و و و بس صوتها. أنت بتقولي الرأي لما بتسألي عنه مش بتتطوعي بيه. أنا بجاوب، بس أحياناً مثلاً أنا خريجة آثار، يعني مرة من المرات أنا كتبت عن مقولة موجودة عنا من 3500 سنة، مقولة موجودة على رقم طيني موجودة بأحد المعابد بتدمر، مدينة تدمر بالميرا: لا تشتم إلها لا تعبده. الله. بتوقع أنه كلمة عظيمة جدا. الله. فأنا كتبت تحت أنه هاي مقولة كذا عمر 3500 سنة، كم الشتائم والتكفير اللي تعرضت له. أنه طب معلش بس اقروا فوق، صدقوني من 3500 سنة. فإنك أنت تعيشي بمكان أو بمجتمع وصلنا لمرحلة طول الوقت في تكفير، طول الوقت الناس حتى ما بتحاول تقرأ سطر واحد، ما عندها قدرة أن تقرأ أو تحلل أو تفكر أو ترجع لكتاب لجوجل ترجع تقرأ شوي إنه شو هاد، ليش، هل نحن كنا هيك؟ لا، نحن عم نرجع لورا 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 لورا. من الصراعات للمورال والفصل الثالث مع سلاف وخرجي. في الفصل ده من حياتك في رأي قلتيه وندمتي عليه؟ ما في رأي ندمت عليه، بس أوقات يعني اتبنى أشخاص أو كون يعني كتير في ناس أو أصدقاء ممكن أنا اتبناهم أو اهتم فيهم وبعدين شعر بالخذلان. يعني تعلمتي؟ تعلمت، وهذا الشيء أواني، بس بأوقات كانت اختياراتي ممكن تكون غلط. عمرك تبنيتي رأيي ونشرتيه وأنت مقتنعة بيه جداً وبعدين غيرتي؟ ما بتذكر مرة أنا غيرت. بيحصل إنه بنغير آرائنا، إنه بنفهم أكتر، إنه وجهة نظرنا بتتغير. وجهة نظري أو رأيي إني أنا غيره ما بتذكر إنه هو صارت معي، بس وجهة نظري بأشخاص إيه تغيرت. بأشخاص. أما بآراء ولا مرة تغيرت وجهة نظري أبداً. أبداً على مدى سنين حياتك. هيك هذا. كل آرائك هي كل قناعاتك هي. تقريباً إيه. آرائي ظلت مثل ما هي، مثل ما تربيت، مثل ما انبنيت بشكل صحيح ببيتي مع أهلي. أزماتك أكتر بكتير مع الأشخاص أكتر من الأفكار. الأفكار لا، في حالة تصالح وانسجام بيني وبين أفكاري، لأن انبنت صح.
أما كأشخاص بتصير مع كل الناس، مو دائماً خياراتنا بتكون صحيحة، ومو شرط الحق على الأشخاص الآخرين، ممكن نحن يكون الحق علينا لأنه نحن اخترنا غلط. أحياناً بيحصل منكون اخترنا نحن غلط، إنه بيكونوا عاديين جداً، بس نحن اختيارنا بيكون غلط. سلف لو بصت على حياتها اللي فاتت كلها وبصت على المرحلة أو الفصل اللي هي فيه دلوقتي، هتقدر تشوف بوضوح إيه اللي تغير فيها ما بين زمان ودلوقتي؟ اتغير فيني كتير. أنا هلأ عم حب حالي أكتر. أنا هلأ عم بحس أني أنا عم عيش مرحلة ذهبية من حياتي، اللي بطلت يعنيني رضا الآخر أو أنك أنت تدوري على إرضاء الناس. هذا الموضوع بقاله فترة بطل يكون بالنسبة لي هاجس. بالنسبة لي بيهمني يكون أنا راضية عن حالي. بذلتي كتير مجهود في حياتك وضيعتي وقت على إرضاء الآخرين أو عاملة حساب رأيهم ووجهة نظرهم؟ ما ضيعت وقت، بس كان متعب كتير بالنسبة لي. بذلتي مجهود؟ تقريباً. إيه تقريباً. قوليلي أمنية كان نفسك جداً تحققيها بس فات أوانها، ما تحققتش ومش هينفع تتحقق. ما بعرف إذا ما رح ينفع تتحقق، ما حدا بيعرف. في أمنيات بيعدي وقتها. كنت عم قلك إنه أنا كنت بحب أدرس آثار، درست، بحب مثل، مثلت، بحب الرسم، رسمت، بحب النحت، نحتت، بحب أتعلم وأدرس لسه. إلي في أشياء كتير الحمد لله حققتها. حققتي كل أمنياتك، عملتي كل اللي نفسك فيه، بس لسه في كتير. ولسه الأمنيات اللي لسه عندك في كتير. لسه ينفع تتحقق طبعاً. وقتها ما فاتش. يعني لسه ممكن إنه حسب رغبة أهلي إنه أنا أكمل دكتوراه مثلاً بالآثار. أنا بحب مثلاً يكون عندي مشفى، بس أنا بحب كتير هالموضوع الطبي، بحبه كتير. في أشياء بحبها وبسعى لها، وما حدا بيعرف بكرة شو في. مونولوج النهاية هو نهاية الفصل الأخير في المسرحية، وحطلب منك إنك تقفي على المسرح وتقولي مورال لجمهورك. هتكلميهم بصدق ومن قلبك، وهتقول لهم شيء بيعني لك. عايزة تقوليه؟ الحياة ما بتشبه الدراما بتفصيل إنه في كومبارس. أنا برأيي الحياة ما فيها كومبارس. كلياتنا أو كل واحد فينا هو بطل بقصته، بطل برحلته. هي الرحلة يلي هي هيك مثل لمح البصر، وبنفس الوقت بطيئة ومؤلمة. بس بغض النظر عن ألمها أو عن تعبها أو عن صعوبتها أو عن جمالها، الأحلى إنها تنعاش مثل ما هي، إن نترك فيها أثر. وأنا هذا كل طموحي، إني أترك بصمة، أترك أثر، أترك عطر جميل، أكون أنا بطلة القصة وبطلة هالرحلة. أكبر طموح عندي من لما كنت صغيرة ولهلأ ولبعدين، إني أنا شوف بعيون ماما وبابا نظرة الفخر، ويلي لهلأ هي النظرة حاضرة معي بكل لحظة، وصوتهم وهن عم يدعولي على الباب ما بتفارقني لحظة. هذا أكبر طموح عندي، أني يكون الطفلة، أني يكون الابنة، أني يكون الزوجة، أني يكون الأم، أني يكون التلميذة اللي ما بتشبع أنها تتعلم وتعرف، أني يكون الآثارية يلي بتعرف معنى الأرض، بتعرف تاريخها وحاضرة ومؤمنة بمستقبلها، وكون الممثلة الشغوفة العاشقة والمجنونة.